ترتيب لعيبه ضربات الجزاء، انا سمعت حسني دلوقتي بيقول نقطه منطقيه، احنا الناس لامت على الراجل ان صلاح ما شاطش اول واحده في كاس الامم الافريقيه، ماشي. بس انا النهارده كابتن حسني عندي، احنا متعودين دايما اللي احسن واحد بيشوط بيشوط في الاخر، الاول ولا في الاخر؟ الاول ولا في الاخر؟ احنا زعلنا انه ما شاطش المره اللي فاتت. ما انا معاك، بص هي بتتباين ما بين مدرب، ممكن تشوط في الاول وممكن يبقى في الاخر. بس كابتن طارق، انا اعتقد عشان بس ابقى صريح معاك في النقطه دي، اعتقد في النقطه دي بتبقى اختيار اللعيب نفسه. يعني مثلا انا لما كنت بلعب، لما بتحط في النقطه بتاعه ضربات الجزاء وضربات الترجيح في الاخر، بيبقى اللعيبه دايما بتبقى هي اللي بتختار وحاسه بالوضع، انا عايز اروح اول واحد عشان ادي دافع للعيبه ولزمايلي، ولا اخليني انا في الاخر خالص. دي ما اعتقد المدرب ما بيفرضش، المدرب دايما بيبعد، ودايما المدرب ما بيفرضش على مين يشوط ومين ما يشوطش، دايما المدير الفني بيقف يسال. فهو اكيد صلاح هو اللي اختار النهارده، هو اللي يدخل، واكيد هو اختار كده عشان اخر مره لما ما شاطش في النهائي، فهو حب اكيد، انا ده اللي اعتقده، ان هو حب يبقى اول واحد عشان يدي دافع لبقيه الفريق ان هو شاط اول ضربه جزاء. هي مدارس، كلامك مظبوط وموافقك انا عليه، بس هي مدارس. بمعنى انا مثلا في 86 الراجل جه قال لي انت هتشوط اول واحد في كاس، يعني انا كنت يمكن نمره 2 أو 3 أو 4 على ما اعتقد في الترتيب، لكن هو جه كده سبحان الله قال لي انت هتشوط نمره نمبر 1، قلت له اوكي، ما رجعتوش. هي بتبقى تبع اختيار اللعيب زي ما انت قلت، وفي اوقات المدرب هو اللي بيحط الاسماء حسب قدرات اللعيبه وحسب اهميه كل واحد فيهم، دي مدارس. لكن ان مفيش شك ان ضياع محمد صلاح ضربه جزاء هز جامد جدا الاثنين اللي بعديه بدليل ان هم ضيعوا، سواء مصطفى محمد او زيزو، احنا عمرنا ما شفنا زيزو ضيع ضربه جزاء مثلا، ومصطفى محمد شرح برضه. فهي قصه كان الترتيب فيه علامات استفهام، بغض النظر بقى صلاح هو اللي عايز اللعيب، هو اللي عايز المدرب، هو اللي عايز، بغض النظر عن اي حاجه. لكن انا اعمل الصح كمدرب بدليل ان هو برضه عمل نفس الترتيب في، طب ساديو ماني كان بيشوط اخر ضربه صح، هو دخل دي ليه؟ هو كان موجود نمره 5، هو دخل في الشوط الرابعه ليه؟ علشان دي النهايه، لو جابها خلاص كسب، فاهم قصدي؟ فدي برضه دي ضمن التعديل اللي عمله اليوسي سي في ضربات الجزاء، ليه؟ هو شاف ان دي اخر ضربه، يبقى لازم لعيب خبره، لعيب تقيل، لعيب كبير، هو يشوط ضربه الجزاء. ما علينا بضربات الجزاء. بص كابتن، لكن انا بص يا كابتن هقول لك، انا بصراحه يعني انا شايف ان اللوم مش على ضربات الجزاء، اللوم يا كابتن على الطريقه اللي احنا بنلعب بيها. اول حاجه التغييرات اللي بتحصل بطريقه غريبه، وان احنا ما بنعتمدش على مهاجم صريح قدام، ولو المهاجم انا يا كابتن لو مدير فني بطلع المهاجم الصريح اللي قدام، لازم احط مكانه مهاجم زيه صريح. ما ينفعش النهارده اطلع مصطفى محمد اقعده عشان ما بيجيبش جوان، واخلي صلاح يلعب قدام، او اخلي عمر ما بيلعبوش المركز ده، انزل بقى مروان حمدي. لو انا شايف ان مصطفى محمد مش في احسن حالاته، يبقى عندك بقى مروان حمدي، أو كنت اجيب شريف، او محمد شريف. لازم يبقى عندك مهاجم رقم 9 لقدام. انا دي شايف هو الراجل وكمان يا كابتن برضو في نقطه ثانيه، احنا طول الماتش اللي هنا واللي هناك ما وصلناش للمرمى الا بجمله تكتيكيه وحيده مرتين، هنا النهارده والماتش اللي فات. هقول لك بس يا كابتن، ثواني هقول لك بس الجملتين بالظبط يا كابتن، بالظبط هي يعني زي كوبي بيست. الكوره اللي اتلعبت من السوليه، لا من اللي اتلعبت من السوليه لصلاح، اللي وقفها واستلمها وحطها، ورب والتوفيق بتاع ربنا تخبط في المدافع وتخش. النهارده نفس الكوره، بس صلاح اللي بيلعبها، اللي زيزو عمل التحرك اللي هو الديوجنال في نص الملعب وقام قاطع لقدام. لو كان صلاح بقى هو اللي بجري الجانيه دي جوه ال 18، صلاح ما بيضيعش كور زي دي. صلاح بيبقى المشكله يا كابتن، انت ما عندكش البديل بتاع صلاح اللي يعرف يخلص جوه.